السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في موقع شوف ازاي. النهاردة هنشرح لكم درس جديد، وهو ازاي انك تقدر تنزل جميع البرامج الأساسية اللي بيحتاجها أي جهاز بعد تنزيل نسخة ويندوز من غير ما يكون عندك السورس بتاعها، وده هيكون عن طريق موقع اسمه نينت www.nint.com. هتدخل هنا الموقع، هو الموقع كله صفحة واحدة بس. هتنزل تحت هتلاقي جميع البرامج اللي ممكن يحتاجها أي جهاز بعد عفوا بعد تنزيل نسخة ويندوز. مثلا عندك جوجل كروم، عايز فايرفوكس، عايز سكاي بي، عايز ماسنجر، عايز جوجل تيلك، عايز ياهو، عايز كودك، عايز اي تيونز، عايز فلاش بلاير، عايز جافا، عايز اوفيس، عايز اكروبات ريدر، عايز انتي فايروس افيست، عايز اي في جي، عايز يو تورنت، عايز حاجات كتير اوي في جميع البرامج الأساسية اللي بيحتاجها أي جهاز في الدنيا. هتختار كل اللي حضرتك عايزه وتضغط كلمة جيت انستولر وتنتظر لحد ما التحميل يخلص، وهتلاقي جميع البرامج عندك على الجهاز بدون تعب، بدون ما تدور على الصوصات والكركات وتتعب نفسك. أرجو أن يكون الشرح نال إعجابكم. كان معكم محمد سمير من موقع شوف إزاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.